من قناة شاكم شباب، رجعنا وياكم فيديو جديد من قناة الصياد. هسه جاي نصور لكم الطيور، احتذر على المقدمة لان ما بيها تفاعلات. بعد انه الطيور صاير يعني بتبطل، ما اقلكم بس اقلوا لي شو اجيب طيور، اجيب لكم نفاخة بصار وتريدون شو تريدون قلوا لي. وانا الطيور هسه انا حصفبين دماغ شتني انا حبيحن النول هنادوي، وهاي البصراوي ابقى هذاك الجلعوط، واجيب اثنين حمر واظل اجيب بصار واجيب تور كل شيء اجيب. بس كتبولي شو بالتعليقات شو اجيب لكم. اسوي قفص اكبر من هذا، احاول ابسطه، هذا خليه يزوج هناك، انا السطح مو هنا، ما السطح السطح الثاني القاط الثاني يعني. حاطن ورا واحد هولندي، هولندو وتارا، والثاني هولندو وتارا، وتارا اثنين يعني تارتين مروح يعني هناك. لما صعدن فنزيتن لم تغف عليهن. اعتذر لان حطت سبع وخرته ما ادري. هذان الطيور خلنا شوي احرك لهم قدامكم شوي. يا الله واحد ستن هذن دماغش لان جاي هججنهن للهنادو، وانا خاف عليه اني يروحنهم. هاي ازرب منها ماكو تولي. هذاك نسل، هذاك شايفه هذاك خضراوي نسله يكبر ما ضل شيء. اعتذر شباب لان ما اقدر اخلي المقطع يطول لان ماكو مساحه، ماكو ضعيفه كلش، ما اقدر اخلي يزيد على 3 دقائق او 4 دقائق. اعتذر والله شباب. لما ينقطع الهاي يعني انتصت المساحة، انا انشر وارجع امسح الهاي، انشر وارجع امسح. موبايل هاي 10 ما يستحمل، وغير موبايل كان هاي تحمل تدقته معالية. انا جاي افكر اجيب ايفون برو ماكس، بس الشاق شلون الطيور صحتها زينه ولا لان ما اعرف انا بالطيور دماغ شو ولا نادي. هذاك صحته زينه، هذاك الجلعوط، هذاك صغير يا كبير، انتو كتبوا لي بالتعليقات راح اقربكم عليه شو ولا صغير يا كبير. كتبوا لي بالتعليقات صغير ولا كبير. يلا هنا وصلنا النايت، لا راح اقطع وارجع لكم لان ما اقدر انتس تصوير، اقطع وارجع. جانا وياكم شباب نكمل مقطع اليوم حد 7 دقائق، بس شفتها حد 7 دقائق. هذا القفص ازوج بيه، هذا مال البلبل، حتى ما يبي بعد والله مصف. ايش تقولون انهي المقطع؟ اذا يصير صيد شي شياطين ينزل صيد، قبل افتح لكم تصوير. طبعا شباب هذين الدماكش هججن لينها نادوا واخذن هيش طلعن قبل اي ساعة صورت. جا منا غريب، بس ما نشره ذاك المقطع، ما نشره. جا منا غريب تار مفتور منا، اي منا كان يجي هيك مصبغه مو هو مفتور. ناولتله حط هنا على هذا البيت، على ذاك البيت. حاط بعد ما نازل والكعبه هذني اثنين الفحل مالته مو طارد، طار يوشف ترين حطن على البيت هذاك امال ابو الزواج اللي ورانا بهاي الجهة، بيت ابو الزواج بهاي الجهة. مو طارن هو ويان على الواهس، طار كان يعلى وطلع قبل، هذا نحطن وهو طلع قبل.
قلت يا حظ الخايس. وهنا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى الفيديو نال إعجابكم، ويلا راح نطلع.